حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الجولة من المشرق العربي، نتابع فيها آخر تطورات الزلزال الذي ضرب سوريا منذ أيام. نسلط فيها الضوء على متابعة رئيس الوزراء العراقي لملف مكافحة الفساد. في سحر المشرق نتعرف على واحدة من أكبر منتجات التزلج في الشرق الأوسط، كفر ذبيان اللبنانية. أهلا بكم من عاصمة الخبر. البداية من الشأن السوري، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق نداء إنساني للأمم المتحدة بما يقرب من 400 مليون دولار للشعب السوري. قال غوتيريش إن هذا المبلغ يغطي فترة 3 أشهر لمواجهة آثار الزلزال، ومؤكدا أن الجهود المبذولة في سوريا مشتركة بين منظومة الأمم المتحدة بأكملها والشركاء في المجال الإنساني، وموضحا أنها ستساعد في تأمين الإغاثة لنحو 5 ملايين سوري بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والحماية. وقال أمين عام الأمم المتحدة أن الطريقة الأكثر فعالية للوقوف مع الناس هي من خلال توفير هذا التمويل الطارئ، ومضيفا أنهم يستعدون لإطلاق توجيه نداء مماثل يتعلق بتركيا. دخلت أولى قوافل المساعدات من منظمة الأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب السلام الذي فتح حديثا. أكد مسؤولون بالأمم المتحدة أن المنظمة تكثف جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر. وأزار وفد من الأمم المتحدة شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقوع الزلزال الأسبوع الماضي. من جانبه قال مدير برنامج الغذاء العالمي في سوريا كين كروسلي إن مهمة الوفد تهدف إلى تقييم تداعيات الزلزال، مشيرا إلى أن وكالات عدة تشارك الوفد في مهمته. حذرت المنظمة من مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في تركيا وسوريا في أعقاب الكارثة. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا في تركيا وسوريا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن. تنظم اليونيسف في سوريا فعاليات للأطفال في محاولة للتخفيف من صدمتهم النفسية التي يواجهونها جراء كارثة الزلزال. وتسعى المنظمة بالتعاون مع شركائها في مجال العمل الإنساني إلى توفير ملاجئ لإيواء الأسر المتضررة من الزلزال. صدمة الزلزال يبقى وقعها أكثر إيلاما على الأطفال، فمنهم من شهد انهيار المباني أمام عينيه، ومنهم من بقي تحت الأنقاض لساعات وأيام، ومنهم من خسر عائلته ليواجه مصاعب الحياة وحيدا، لذا بات الخوف عنوانهم. مأساة يسعى متطوعون في منظمة اليونيسف بسوريا إلى التغلب عليها وتقليل أثر الصدمة على هؤلاء الأطفال عبر تنظيم فعاليات ترفيهية تنسيهم معاناتهم ولو لبعض الوقت. لم تقتصر جهود اليونيسف عند حد الترفيه والأنشطة فحسب، بل شملت توفير ملاجئ بدعم من شركائها في مجال العمل الإنساني لتوفير المأوى للمتضررين من الزلزال وتقديم الخدمات التي يحتاجها هؤلاء النازحين للتغلب على أزمتهم. واجه آلاف الأطفال في 6 فبراير أزمة معقدة، حيث لا يزالون يواجهون حالات من النزوح والخوف والطقس شديد البرودة. كما ترون أن هذا الملجأ الجماعي الذي كان في السابق مدرسة يستوعب الآن العائلات التي فقدت منازلها وأحباءها. حسن معاذ الأب السوري يحكي مخاوف طفله الذي بات يخشى النوم ويرفض فكرة العودة إلى المنزل رغم تصدع جدرانه فقط دون انهياره، لكنه يخشى تكرار كارثة الزلزال من جديد فينهار المنزل. الطفل طول ما له قاعد عم يدعي يا رب يا رب، ارتعب كتير وخاف كتير، ولما نزلنا على الشارع صار يسمع العالم عم تقول هزات ارتدادية، فعلقت في ذهنه ما بقى يحسن يطلع على البيت نهائيا. يعني
فأي شغلة يقول في هزة ارتدادية هزة ارتدادية، وصار إذا يسمع صوت عالي بيرتعب، صوت أي حركة يرتعب، فكر إنه في زلزال أو هزة أو. جهود اليونيسف قد تساعد هؤلاء الأطفال على تجاوز فزعهم وارتباكهم، لكن صدمتهم النفسية يبدو أنها باقية لفترة حتى يتمكنوا من تخطي مشاهد الدمار وفقدانهم لبعض أفراد عائلتهم جراء الزلزال. وننتقل الآن للشأن العراقي، حيث شدد الرئيس عبد اللطيف رشيد على ضرورة تسهيل الإجراءات المقدمة للمسافرين بما يتلائم مع مكانة العراق الدولية. وخلال اجتماعه مع رئيس سلطة الطيران المدني عماد محمد عبد الرزاق الأسدي، أكد رشيد ضرورة التزام المعايير الدولية في عمل المطارات، مشيرا إلى أن المطارات تعد إحدى الواجهات الحضارية التي تدل على تقدم وتطور البلاد. بحث مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عددا من الملفات، وتحديدا ملف إجراءات الوزارات العراقية في مكافحة الفساد. وفي أثناء الاجتماع وجه السوداني الوزارات العراقية كافة باتخاذ إجراءات جادة لتجاوز الروتين وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين بتنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة بمعالجة تقلبات سعر الصرف. هذا وأقر مجلس الوزراء العراقي فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة لحماية المنتجات العراقية. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 7 إرهابيين في 3 محافظات. وفي بيان أفادت المديرية العراقية بأنه جرى نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد وميسان والأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 7 من الإرهابيين المطلوبين في قضاء الرمادي والمجر الكبير والدورة، ومؤكدة أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية. أما اقتصاديا في الشأن العراقي، فقد أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية أن العراق سيحقق فائضا ماليا بأكثر من 24 مليار دولار العام الجاري. وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي أن سعر برميل النفط سيكون بموازنة العام الجاري بحدود 65 دولار للبرميل الواحد، ما سيحقق فائضا ماليا، وموضحة أن التوقعات الحالية تفيد باستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام ما بين 85 و 100 دولار في الأسواق العالمية هذا العام، وذلك نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أوضح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فريق التدخل الفلسطيني يواصل عملياته الإغاثية في محافظة حلب ومدينة ملاطية في تركيا. وقال المالكي أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة يتواجد في الوقت الحالي في مخيمي جندرات والنيرب في محافظة حلب التي تضررت من الزلزال، وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين. أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا معارضتهم للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. اعتبر وزراء الخارجية في الدول الخمس في بيان مشترك لهم أن سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض جهود تحقيق حل الدولتين. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية عازمة على بناء المزيد من المستوطنات، ومدعيا أن المستوطنات الموجودة حاليا غير كافية. إلى المملكة الأردنية، حيث اطلع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي التعدين والطاقة. أشار العاهل الأردني إلى أهمية وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات والاستفادة من المنتجات التي قيمتها أعلى من الخامات، ومشددا على ضرورة التسريع بمراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين حسب أفضل الممارسات الدولية لجذب أقوى الشركات في هذا المجال. أضاف أن التنقيب عن المعادن من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لإيجاد فرص عمل.
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات. وخلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي قال الشمالي إن الأردن والإمارات ومصر والبحرين بادروا بإطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لإيمانها بأن إقامة بنية تكاملية صناعية من شأنها أن تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة. وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا في إطار جولة خارجية تتضمن تركيا. ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة الأردنية بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني. وترسل الأردن اليوم طائرة مساعدات إلى تركيا وأخرى إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية إليها من المملكة. وختامنا سحر المشرق، نتعرف على واحدة من أكبر منتجعات التزلج في الشرق الأوسط شتاء والطبيعة الخلابة صيفا، كفر ذبيان اللبنانية. بهذا نصل إلى ختام المشرق العربي. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، وأيضا متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، وأيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب متابعتكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر.